السلام عليكم. وعليكم السلام. سي محمد، معك موقع أخبار الفجر المغربية، وأنت من أحد الأشخاص المتضررين في هذه الحرائق اللي وقعت مؤخرا في إقليم العرائش. ممكن أنك تفضل على الصورة في المعاناة وأيضا في الخسائر سواء المادية ولا البشرية اللي تعرض لها الإقليم، وخصوصا المتجر اللي كتواجد فيه أنت. مرحبا، تفضل سي محمد. الاسم محمد الورياغلي، من سكان متجر امجادي جماعه بوزديان قبيله هيسريف. بالنسبه للخسائر كثيره، خسائر ماديه، بالنسبه للخسائر بشريه، توفى واحد السيد من متجر حميمون، الاسم ديالو كيقولوا له العروسي، توفي بالامس رحمه الله. بالنسبه للخسائر، خسائر ماديه كثيره، وبالنسبه للخسائر عاوتاني ديال الحيوانات، كاين اللي مات، وكاين اللي اتقوه الناس مواليهم، كاين هربوا بهم، وكاين اللي ما قدروش اتقوه صافي مات. الحمد لله. بالنسبه سي محمد، بالنسبه للديور، يعني شحال ديال المنازل اللي تحرقوا، شحال ديال المداشر اللي وصلت لهم العافيه؟ بالنسبه للعدد ديال المداشر، شي 12 دوار. اسم المداشر الاتيه بالحراره العزيب، زيب فوقي، واجهه المتجر الجادي، العنصر، الدمنة، جاجوكا، صخرة القرش. وبالنسبة للحريق، يعني واش تم السيطرة يعني عليه نهائيا، ولا ما زالت يعني ما زال حاليا دابا كتواجد في متجر صاب الماء، كيتواجد بالقرب من سدود المخازن، قريب من قبيلة الجير بنيسف. إذا الحريق واش طفاوه ولا مازال، يعني واش باقي؟ لا مازال حاليا، مازال ما طفاش. إذا باقي ما طفاش. دابا العافية كتواجد دابا مقسمة على جوج زوايات، جهة غادا الجهة ديال السد كرافتا، ودابا طلع الجهة ديال القلة. بالنسبة لي يعني الطائرات، واش كاين شي طائرات كتستخدمهم السلطات؟ يعني شنو الطرق اللي شفتوها أنتم واللي عينتوها كتستعملها؟ بالنسبة للطائرات كانوا جوج طيارات البارح.